سيدة. القضية اللي اشتهرت على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي هي هتك عرض قاصر لمدة عام ونص، والمتهم كان الخادم في المنزل وأخذ 6 سنين عقوبة. هو يستاهل العقوبة، يستاهل العقوبة لأنه وقع قاصرة بغير رضاها. كانت بتقول إنها كانت بتبقى نايمة وخايفة تواجهه لأنها خافت إنه يقتلها. هقول لك بقى زاوية في الموضوع مهمة جدا. طب فين عقوبة الأم؟ ما هي الأم لازم تتعاقب وفقا لقانون الطفل لأنها عرضت حياة بنتها للخطر. يعني الأم النهاردة وفقا لقانون الطفل قد عرضت حياة هذه لأنها قاصر، طفلة عرضتها للخطر، فبالتالي كان يجب أنها تراعيها، تكون موجودة في المنزل تتابع هذا الأمر على مدار سنة ونص. البنت تتعرض لاعتداء جنسي وعلى حد قولها كانت نايمة وخايفة تواجه هذا الشخص بهذه الفعلة النقراء، والأم راحت بلغت وهي ما تسألتش كانت فين؟ لا، لازم يبقى في عقوبة على الأم، عقوبة الإهمال في حق بنتها. هو ده المنطقة المهمة اللي أنا كنت عايز أكلمك فيها، إن أي أم أو أي أب أو أي أسرة تهمل في حق أولادها بأنهم تسيبهم عرضة لهذا الأمر يجب أن يكون هناك عقوبة لهذه الأسرة. ده اللي قاله قانون الطفل، أنا ما جبتوش من عندي، يعني أنا ما قلتوش، مش أيمن اللي قاله، يعني ده قانون الطفل المصري هو اللي قال الكلام ده.